ولاية كيلس من أقرب مراكز الولايات إلى الحدود مع سوريا. عشرات الصواريخ استهدفت المدينة منذ بداية الأزمة السورية. قبل وخلال عمليات درع الفرات كانت محل استهداف من داعش، حتى انتهى التنظيم من الشريط الممتد بين جرابلس وعزاز السورية. في الأيام الأولى لعمليات غصن الزيتون سقط العديد من الصواريخ كان مصدرها مواقع تنظيم بي دي الإرهابي في الجانب الآخر. اليوم بعد طرد التنظيم يرى السكان أن المنطقة أضحت أكثر أمناً. أهالي كيلس يدعمون غصن الزيتون وينتظرون نتائجها بكل حماسة. طبيعة مدينة كيلس كولاية حدودية جعلها مستهدفة من الأراضي السورية، وكنا نسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ. التجوال في مركز المدينة قادنا نحو مناطق استهدفت سابقا كهذه المحال التي رفع أصحابها شعارات التحدي، مثل التي تقول: نحن هنا رغما عن الصواريخ، ولدنا في كيلس وسنموت في كيلس، يحيا الوطن، أرواحنا فداء له. دخلنا أحد الأماكن التي تعرضت للاستهداف. تم توثيق التاريخ ومكان الاستهداف للذكرى. متين، واحد ممن أصيبوا في سقوط أحد الصواريخ، يقول إنه منذ تطهير الشريط المقابل للولاية لم يسقط أي صاروخ هنا. سمعنا صوت انفجار ومن ثم علمنا أن قذيفة سقطت على المحل. لم يتعرض أحد لجراح خطيرة ولله الحمد. لم يكن في ذاك الوقت كثير من الزوار، لكني أصبت. وبعد مدة من العلاج أعدنا افتتاح المحل، ونحن نعيش بأمان أكثر بعد تطهير الشريط الحدودي وأخذ التدابير اللازمة من قبل الجيش التركي. فكيلس لم تعد معرضة لخطر كبير كما كانت من قبل. 14 صاروخا سقط على كيلس منذ بدء عمليات الجيش التركي والسوري الحر في عفرين، إلى جانب رقم مشابه سقط على المناطق التابعة لولاية هاتاي. لكن منذ الأول من شباط وحتى كتابة هذا التقرير لم يسقط أي مقذوف من داخل الأراضي السورية في كيلس. المرحلة الأولى من عملية غصن الزيتون والمتمثلة بإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية قبالة الحدود التركية من ولاية كيلس حتى هاتاي قد أكملت، فيما هناك مراحل أخرى تتمثل باقتلاع التنظيمات الإرهابية من شمال حلب والانتقال إلى ما بعد شرق الفرات، في ظل تأكيدات تركية بطردها من كامل الحدود الممتدة إلى أكثر من 900 كيلومتر. أحمد سعيد، ترتيل العربية، ولاية كيلس.